مفيش وقت وعايز تعمل حاجة بالجافا سكريبت والسي اس اس، هنفهم هنعمل ده ازاي بسهولة، ودي قايمة باللي استخدمناه. يلا بينا ابتدينا بالخلفية علشان بتخلي المنظر حلو في بداية اي ستايل. جزء العنوان او الهيدر، استنى في ايه؟ هو كله ديف في سبين؟ ايه الحكاية؟ ال HTML كانوا بيقولوا عليها ملهاش ستايل، لا دي ليها، وتقدر تنظم الصفحة بدون CSS لو كتبت التاج المظبوط. شوف هنا هتلاحظ ان ال B تاج واخد ستايل بدون اي CSS، عشان كده بنستخدم السبين والديف انها بنت حلال وملهاش اي ستايل. هيبقى فيه صورة الدوائر دي والعنوان الرئيسي وكذلك العنوان الفرعي. اسم الكلاس، انا استخدمت السي ال اللي في الاول دي عشان ما يعملش ديبليكيشن مع اي لايبرري زي البوتستراب مثلا. انت كده عملت elements، نيجي بقى نعدل الشكل بتاعهم. مش هنتكلم css، احنا هنتكلم عربي، مفيش احسن من كده. عشان الخط مهم في اي تصميم استخدمنا هنا عم الخطوط كلها الجوجل فونتس. يا ترى دي بتعمل دي علشان لو خليت عرض الإلمنت 10 وعملت البورد بتاعه 1 يبقى الإجمالي كام؟ 11. دي بقى بتخلي العرض بتاع الإلمنت بيبقى من ضمنه البورد كمان، يعني مش محتاج تعمل أي حسابات، يعني هيفضل عرض الإلمنت 10 زي ما هو. هنخلي كل حاجة في الصفحة تحت بعض. استخدمنا هنا الفليكس بوكس وحش الريسبونسيف لاي اوت. صورة الصفحة هتبقى ورا كل إلمنت عشان دي خلفية. استخدمنا هنا الفيكس، هنعمل اي كلام في العنوان هيبقى في النص بالظبط. حددنا مكان الخلفيه بتاعه الهيدر اللي هي الدوائر دي، غيرنا لون الخط وحجمه للعنوان الرئيسي، ومش هننسى العنوان الفرعي كمان. الجزء ده بيبقى متقسم حاجتين، تحديد السعر وزرار الدفع. جزء التراك بتاع جزء تحديد السعر هيبقى متكون من 3 اجزاء، خط ملوش لون وخط ملون وزرار. الجزء اللي هيظهر فيه السعر لما نعدله، وهنا هيبقى فيه زرار اون واوف بيقولوا عليه توجل بوتون، تقدر تستخدم حاجه جاهزه من البوتستراب. انا بحب استخدم الزرار ده كتير بدل الشيك بوكس. هنا قائمه المميزات الخاصه بالاشتراك، وهنلاقيها مكونه من اسم وايكون وزرار صغير كده علشان يدفع المبلغ. يا ترى ايه اللي جاي؟ طبعا نظبط الستايل بتاعها. كل اللي جوه الكارت هنخليه تحت بعضه بالفليكس بوكس. هنتكلم بس في المهم عشان السي اس اس هتلاقيها بتتكرر. ده جزء السلايدر او جزء تحديد السعر اللي هو الزرار اللي بنحركه ده. هنتكلم عن اهم اجزاء فيه. عملنا التراك اللي هو الخط اللي ورا الزرار ده، وده عشان نعمل نفس الخط بس الجزء المتلون منه. وهنعمل الزرار اللي المستخدم هيتحكم بيه في السعر. عايزين نعمل حاجه مميزه. عملنا ايه؟ هنخلي لما يتك على الزرار هنحط البلاس ده عليه، وهتلاقي لونه بيتغير بالتدريج للون جديد. سحر السي اس اس؟ لا، دي ترانزيشن. ده السعر اللي هو ده زرار اسمه توجل بس اصله تشيك بوكس بس في ستايل مختلف. وطبعا ليه كلاس اكتيف عشان نغير لونه ومكانه لما اليوزر يفعل الخاصيه او يلغيها. هنعمل الجزء الاخير اللي هو القايمه وزرار الدفع. هتلاقي هنا استخدمنا الفليكس بوكس كتير، بتسهل عليك انك تظبط الاماكن. استخدمنا الاي ام مع الويتس بالطريقه دي علشان حجم الزرار يبقى تبع حجم الشاشه، يعني لو كبرت الخط تلاقيه ما بيخرجش عن الاليمنت. هنستخدم نجمه الجماهير الجي كويري. هنستخدم ده وبيعمل ايه؟ لما صفحه بتعمل لود كامل بينفذ الكود. طيب ليه؟ عشان ممكن كود الجافا سكريبت يتنفذ قبل ما الاليمنت تبقى موجوده. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيدي ايرور طبعا لانه مش لاقي الاليمنت ده. هنقسم شغلنا في شكل فانكشنز، هنعيد كل حساباتنا لو حجم الشاشه اتغير، ودي عشان الزرار المفضل عندي اللي هو التوجل لما يضغط عليه. وهنعمل توجل للكلاس ده اللي هو الاكتف، يعني لو موجود شيله، لو مش موجود هنحطه تاني. غيرنا قيم الانبوت، وده ضروري علشان لو ده محطوط جوه فورم المفروض ان هو اول ما يعمل سبميت تتبعت القيمه للسيرفر. دي عشان نحرك الزرار بتاع تحديد السعر بالماوس، وطبعا نعمل ابديت للسعر. هنجيب كل الاليمنتس اللي جوه الزرار بتاع تحديد السعر عشان نشتغل عليهم بالجافا سكريبت. هنعمل الايفنتس اللي هنستخدمها، لو فضل ضاغط على زرار الماوس هنحرك الزرار يشيل ايده، مش هنحرك الزرار، هنحرك الزرار مع حركة الماوس. هنجيب مكان الماوس جوه جزء تحديد السعر، وطول ما هو ضاغط على الماوس الزرار هيفضل يتحرك مع الماوس زي ما ريحنا مستخدم الديسكتوب. لازم نريح مستخدم الموبايل برضه، الموبايل ملهوش ماوس. عشان كده
أسهل طريقة لما يضغط على التراك هيحدد السعر على طول. هنا الجزء اللي هيغير مكان الزرار، هنتأكد إن الزرار مش هيتحرك بعيد عن التراك بتاعه ويسافر. لو المستخدم سحب الزرار لآخر التراك هنجيب أعلى سعر عشان المستخدم يدفع أكتر طبعا. وبعد كده هنعمل تحديث لجزء السعر اللي هو رقم المبلغ اللي هيدفعه وبس كده. وفي الفيديو ده احنا فهمنا احنا عملنا ايه عشان نقدر نعمل الستايل ده. فبالتالي لو انت بتطبق ومعاك السورس كود هتعرف تعمل ايه. هتلاقي السورس كود المشروع على الجيت هاب في الوصف تحت. شكرا جدا ليكم، لو عجبك الفيديو اشترك ولايك وفعل الجرس، والسلام عليكم.